سلام، اللي حاب البان سويس وما ينجحلوش نعطيكم هاد لا غوسيت ساهله ويجيك ممرق بطريقه يعني تقدروا ديروها كل. يلا نبداو. بسم الله. 250 مللتر تاع الحليب يكون دافي، 60 غرام تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز نخلطوهم شويه مع بعضهم، نزيدو 60 مللتر تاع الزيت العادي هذاك، نزيدو من فوقهم 500 غرام تاع فارينه، نص مغرف صغيره تاع ملح، وحده تاع سكر فانيي ولا لافاني كيما تحبوا نتوما. نخليو كل شيء يتخلط مع بعضه، العجينه تكون حاكمه روحها بصح تكون طريه. انا راح نحشي من الداخل بلا كريم باتيسير تاع برا هذه، وانتوما ديروا اي كريم باتيسير عندكم نتوما. بعد ما خمرت العجينه راح نفرشوا الفرينه فوق البلون دو طرافاي، نحلوها كيما شفتوني كيما راكم تشوفوا في الفيديو، وراح ندهنوها ب 200 غرام تاع زبده تكون طريه، تكونوا جبدتوها قبل وخليتوها برا في الكوزينه. ومن بعد راح نطبقوها نورمال، نطبقوا كيما هكا العجينه على بعضها. بعد ما نطبقوا العجينه على بعضها نعدلوها مليح ونغطيوها بالفيلم اليمونتير ونحطوها في الفريجيدار ترتاح لمده نص ساعه باش الزبده هذيك تحكم روحها وما تعذبناش من بعد كي نعودوا نحلوا فيها. لا كريم باتيسير تاعي هي طلعتها بالحليب، راح نحط لها لي بيبي دو شوكولا الكميه اللي تحبوا عليها نتوما، نخلطوها مع بعضها. هنا بعد ما رتحت العجينه نص ساعه راح نحلوها، حلوها غير بالعقيله بشويه بشويه حتى تتحل معاكم باش ما نخرجوش هذيك الزبده كيما راكم تشوفوا. ما تكونش كيما شفتوني ما تكونش رقيقه بزاف بزاف، ومن الفوق راح ندهنوها بلا كريم باتيسير غير في الجهه الفوقانيه. ومن بعد راح نغطيو الكريمه بهذيك العجينه اللي من تحت، نعدلوها مليح نسويوها، وهذوك من الجوانب كل راح نقصهم انا باش من بعد يجيونا الكعبات تاعنا متحوفين. انا يا كيلت بالمسطره وقستهم باش تجي الكعبه قد بعضها وباش يجيو كل كيف كيف يعني يجيو معدولين. بعد ما نقصوها كيما هكا راحين ندهنوها من الفوق بصفار بيضه وشويه حليب. انا نحب ديما ندهنهم قبل ما نخليهم يخمروا باش من بعد ما يطيحوليش. بعد ما ندهنوها راح نخليوها تخمر لمده 20 دقيقه هكاكا. الفور راهو سخون على 170 درجه، شعلت من الفوق ومن التحت وحطيتهم طاب، وراهم ما يطولوش بزاف. شوفوا الله يبارك كيفاه جاوا، كيعودوا يطيبوا راح تشوفوا هذيك الزبده باللي خرجت شويه نورمال، ما تخافوش. المهم انتم طيبوهم مليح كيما راكم تشوفوا في تاعي، كي خرجوا كيما هكا وهم سخونين دهنتهم بلا كونفيتور من الفوق ودرت لهم رشه خفيفه تاع سكر غلاس. صدقوني من الوصفات اللي نشتيها بزاف، يجيكم خفيف ويدوب في الفم ويجيك ممرق، بنين بنين لدرجه ما تتصوروهاش. بعد هيك يخرج سخون من الفور ما نحكي لكمش، حبيت نعطيكم كيفاه قاعد من الداخل، يجي طري ويجي مبسس خلاه ويدوب في الفم. ان شاء الله تجربوا لا غوسيت وتعجبكم. اذا عجبتكم لا غوسيت كيما ديما ما تنساوش اللايك والبارتاج. سلام.